بعد مرور 8 سنوات على رحيل اللاعب زكريا الزروالي إلى دار البقاء، اللاعب الذي صنع جزءا من تاريخ الرجاء يعشقه الكبير والصغير، رحل وترك حزن كبير في قلوب الرجاويين وحتى عائلته الصغيرة التي لا زالت تتذكر أبرز لحظات ابنها مع نادي الرجاء، وخصوصا الأم التي تحكي عن عشقها للنادي الأخضر وعن اللحظات الأخيرة لابنها مع نادي الرجاء. الحمد لله كل شيء الناس كتبغيه، وحتى حنا هذوك الجمهور راه حنا نبغيوهم بقلبنا، ماشي زعما نقولوا حتى هما ما نساوش، حتى حنا ما نساوهمش. لا كانت شي حاجه كي كندعيو معاهم ربي يوفي لهم واش يتمناو والله يسهل عليهم كاع هذاك لي ماتش اللي ان شاء الله يلعبوا والله ينجحهم فيهم. ايوا واش غادي نقول لك ولدي، ولدي كان زعما مزيان وكاع الناس راه كي قال تحبوا ويتكلموا عليه غير كلام الخير. الان راه كي قال يتكلموا عليه وحنا نطلبوا ربي ان شاء الله الله يرحمه ويوسع عليه، واش نقول لك، ويرحم جميع امه المسلمين ان شاء الله. زعما هذوك الجمهور واش نقول لك، ما نسمع لهذاك الشيء اللي يكون يقوله هذوك تاع الاناشيد وكل شيء صافي ومبلع، صافي نبقى نبكي وما نقدرش باش نكمل. والان الان غير ولا باحين تفرجت هذاك البرنامج ديالو بالاول تاع التالي بلي توفى، ومن كنت في هذاك في المستشفى وجينا من تما. المهم واش نقول لك، ما تنساش، ماشي غير بالذكرى ديالو اللي نتفكروه، ولا هذا القلب تاع الام بصفة عندها احساس تاع الكبده ديالها، ما شكون ينسى الكبده ديالو، حتى واحد ما ينسى الكبده ديالو. ونطلبوا ربي ان شاء الله الله يرحمه، واذا كانوا داروا شي حاجه ولا ربي يخلصهم. معنا ما نقولوا لاجل وفاء، راه وفاء بصح داروا شي حاجه الله ما يسمحوا لهم، وحتى هو ما يسمح لهمش الى يوم القيامه ان شاء الله. مع ذاك الوليد ها هو كي قال مسكين تزاد، ودوك الان ما يعرفش هذاك الاب ديالو يبقاو هكا دراري في المدرسه في ورا بلجيك ماشي هنا في المغرب، يقول لهم فين راه هذاك بابا، فين راه بابا. ايوا يقولوا له نيشان، يقولوا له مات وكل شيء. وفي السيمانه اللي فايته دي واحد وخيلا واش 10 يوم ولا 12 يوم جا ودي ديتو المقبره وكل شيء، وقف عند الراس ديالو قايب كي مسكين، واش غادي يدير؟ ما عندي ما غادي يدير. الحمد لله الله يرحمه ويوسع عليه، واش غادي نقول لك، كثر خيركم اولدي ومرحبا بكم، ومرحبا بكم بلا زعما هكا صحافه تجيو، مرحبا بكم تجيو كي قال تشرفونا، كي قال تجلسوا معانا، كي قال نتحدثوا، كي قال في كلام الخير ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين اولدي، واش غادي نقول؟ العلاقه ديالنا مع الجمهور، عمره ما نساوه. انا بعدا بذاتي انا نتكلم على هذاك نفسي، ما عمرو ننساهم، وراني نمشي لكازا، نمشي عند شي ناس تما كل شيء، ومين يتلاقاوني يرحبوا بيا يقولوا لي اجي عندنا وكل شيء، وانا غير هكا نشوفهم وصافي، نقول لهم غير نشوفكم هكا في سبيل الله، ما نكون غادي زعما عند الطبيب عندي رونديفو هكا. والحمد لله نطلب ربي ان شاء الله الله يسخر فيهم، واذا عندهم شي وليدات الله ينجحهم، والله يوفق لهم واش يتمناو، ويوفق لكم كاملين كاع. مره وهذاك الصالحي مره يدير لي هكا في الواتساب شي حاجه، يديرها لي هكا دعاء ولا الاخر. وعوده سليمان، رشيد السليماني، مشينا عنده للدار انا ومرت زكريا الله يرحمه، وبعد الحاج مشينا عنده واستقبلنا مزيان، مرته استقبلتنا مزيان زعما صراحه. ولكن كان كل مره يتصل بي يقول لي زعما اجي عندي الكازا، قول واحد 8 شهور ولا اكثر ما صافي، ما انا عندي النمره تاعو باش انا نعيط له، ما عيطليش هو ما عيطليش. عاوده امينه الرباطي عندي النمره تاعو، مره نعيط له وهو يجاوبني. ايوا والصالح العلودي عاوده خلاص تصور معايا هنا في التيران تاع بركان، وشحال ويبقى يقول لي واه ما تبكيش، واه ملي شفتو زعما عنقتو ما كتبش عليك زعما بحال واه. وكاين عاود هذاك الاخر طالبي
الطالبي، الطالبي احمد كان مع الوداد، هو كان يسكن هذاك مع زكريا الله يرحمه. مشينا واحد المره مسكين وشحال ما نقولش كي زعما استقبلنا، استقبلنا في الدار تاع زكريا الله يرحمه، لاعبين كاملين والع كاملين الله يوفيهم ما يتمنوا ان شاء الله ليهم ولوليداتهم اللي دار الوليدات الله كي قال يسخر فيهم، واللي ما عندوش الله يجيب له شي وحده بنت الحلال اللي كي قال يترابطوا بيناتهم بالخير ان شاء الله. ايوا واش زعما ما نساهمش. حتى هذاك المكتب من يجيو هنايا كي قال يلعبوا لا يجينا هذاك سي محمد الطنطاوي يجي معاه واحد جوج هذوك ما نعرفهم شكون ما نكذبش عليك، واجي واحد جوج ولا ايوا هذيك هي يجي ويمشيو يزوروا المقبره ديالو يقول لك احنا ما نساوكمش زعما واه ايوا هذيك هي زعما كل شيء واه. ايوا كي قال هذا العمر بعد ما جاوش زعما ما جاوش عاد باش يلعبوا هنا ولا باش باش يزورونا غير هكذاك لا ما كاينش. واحد المره جاوا الوجده زارنا قالنا راه عندنا الماتش وقيله مع السته ولا جانا مع ربي وقيله واش كانت 11 ولا ايوا غير في الساعه زياره خفيفه وهذا ما كان. كان هذاك حناتي نهار اللي مات هذاك واش نقول لك زعما كاين بودريقه والله كثر خيره حتى هو زعما داروا معنا المجهود ماشي كي قال نكرو نقولوا ما داروا والو داروا معنا في ديك ديك اللحظه بصح اليوم لا حناتي كانوا ياك صافي زعما استقل يمكن كمل جا موراه السي محمد ودريقه والله يعمرها سلعه تا هما استقبلونا في ذاك التيران نهار اللي كان ذاك و ايوا ايوا هذيك هي زعما واش نقول لك عاملونا ما نعرفش اسمو هذاك المعامله زعما ما عمرو ما نساوها في الدنيا ديالنا. تا واحد ما شفتو زعما توفى شي ولد ولا الاخر داروا هكاك ما نكذبش عليك. ايوا نطلب ربي ان شاء الله الله يوفق له ان شاء الله بعدا في قرايته ويكون ان شاء الله من الذريه الصالحه محفظين القران ان شاء الله هذا هو اللي المهم. وشوف واش يكتب ربي واش غادي يكون ما نعرفش واش غادي من المستقبل ديالو ما عرفتش واش غادي يكون. كان يسكن في بلجيكا واه كان يسكن في بلجيكا واه. ايوا راه تما كي قال مطهرين فيه خوالو كي قال حنا همو بعدا عمومو مره مره يزوروه زعما كي قال مزيان. ايوا وهذاك الشيء اللي كاين ما عندنا ما نقولوا له نطلبوا له التوفيق للجميع كاع الوليدات المسلمين واه واه. قال بنادم كاين درك كي قال فؤاد واش نقول لك هو يبغي جمرت كيقول لك وانا جبر راك وراه معايا زعما ما يسخاوش بخوهم زعما محمد عاوده في فرنسا كان هو وكيقولوا له زكريا بحال مهمه ما يتفارقوش كان يمشي من هذا محمد دار في فرنسا يمشي عنده الكازا يقعد تما بالشوره ويتهلا فيه ومتفاهمين هو وياه متفاهمين. كاين عوده خالد حتى هو كان يلعب الكره كان يلعب مع بركان كان يلعب مع وجده وهذيك يوم مشى مشى تزوج مشى راه بلجيك ومجيد عوده هو الكبير وهو اللي راه هنا في هذه التصويره هذه هو الاول هو اللي مشى تما بعد بلجيك الاول وهو اللي كان يلعب الكره الاول وما هو ما مشى هو مشى لاي موضع ساحل العاج ما خلى حتى شي موضع طوكو ما فؤاد كيف كيف. المهم كل شيء زعما كانوا صحابين كره ونطلبوا ربي الله يوفق الجميع لا لوليداتنا وليدات المسلمين وكاع الجميع. ما انا ما نعرفوش واش غادي في المستقبل ديالو بغى هو راه يتريني تما دارو دخلوه يتريني ولكن ويمشي يقرا السبت ويقرا في الاربع في العشيه تما في المسجد واه ويقرا القران تبارك الله زعما كلشي مزيان واه. ونطلب ربي الله يخلي له كي قال ميمته والعائله ديالو كاملين هادشي اللي نقول لهم الله يوفق لكم ما تمناو وراني نشكرهم بزاف بزاف على كي قال التذاكر اللي ذكروا به كي قال الولد ديالي ونطلب لهم الصحة والستر الدنيا والأخيرة إن شاء الله وربي يعاونهم على واسمو راهم يتمناو تاع الخير الله يعاونهم وهذاك الشيء اللي كاين. ما نبغيو لهم غير الخير ما نبغيهمش شي حاجة تاع الشر اللي تضرهم
نبغيو لهم غير خير ان شاء الله، ويكونوا ان شاء الله من اهل الخير وجزاهم الله خير. هذاك الشيء اللي كاين وعاودي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وشكرا انتم عاوده اللي جيتوا عندنا شرفتونا، وربي كي قال ان شاء الله يعوض لكم انتم اللي بغيتوه في الخاطر ديالكم، الله يوفيه لكم والله يخلي لكم الوليدات، واللي ما عندوش الوليدات الله يجيب له ذريه صالحه ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والله ينصر سيدنا، ونطلبوا له ان شاء الله كي قال الشفاء، ونطلبوا له العائله نتاعو ان شاء الله تكون مزيانه، ويوفقوا ان شاء الله كل ما هي عنده ان شاء الله في القلب ديالو، ويسجلوا ان شاء الله الوليدات والعائله كامله. والصلاة على النبي.